يسأل جمع من الأسئلة في أحدها يقول علي نذور كثيرة وقد أخرت بعضها لمدة طويلة بدون عذر، هل علي في ذلك إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يجب الوفاء بنذر الطاعة، إذا كانت هذه النذور نذور طاعة فإنه يجب الوفاء بها ولو تعدلت، لقوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقوله تعالى وليوفوا نذورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة واجب ولو تعدلت النذور وهو يستطيع الوفاء بها فإنه يجب عليه ذلك، لأنها أصبحت دينا في ذمته واجبة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. وقد جاء في الحديث أن قوما في آخر الزمان وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف مذمومة، منها أنهم ينذرون ولا يوفون. نعم.